حول الموضوع ينضم إلينا من بروكسل نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مساء الخير، أهلا بك معنا. قراءة أولى لهذا التقرير، أي تساؤلات لديكم عليه، ولماذا نتحدث عن هكذا تعاون اليوم؟ مساء الخير أستاذ ميسول، لك والأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. في الواقع هي ليست بأحداث جديدة على المشهد السوري. طبعا كان هناك في مقابلات سابقة ذكرت بأن هناك لا زال يوجد استيراد للمواد الأولية لتصنيع الأسلحة الكيميائية عبر شركات للأدوية، وأيضا كان هناك قائمة عقوبات مفروضة من مجلس الأمن على العديد منها. اليوم سيناريو تسليم الأسلحة الكيميائية أو المواد التي تنتج منها هذه الأسلحة طبعا هو غير غريب على المجتمع الدولي، وطبعا اختراق هذا النوع من قرارات مجلس الأمن واللجوء إلى إعطاء دولة قد أعلنت عنها مسبقا منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية بأنها أزالت الترسانة بشكل كامل، طبعا هو معاداة للأمن في الشرق الأوسط وأيضا لاتفاقيات منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية. طيب، اليوم ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون تحدث عن وكأنه في يعني تخفيف للهجة مع كوريا الشمالية، ووصف ضبط نفس ما يحدث وما يخص ترسانة كوريا الشمالية الكيماوية. كيف يمكن ربط الموضوعين؟ في هذا الصدد أنا أعتقد بأن العمل على يعني طرح الأسلحة الكيميائية على الطاولة بهذه الطريقة، أو العمل على تسليم مخزون أو مواد لدول طبعا لديها عقوبات في مجلس الأمن، هو تحدي أكبر لقرارات سياسية طبعا تكون في بعض الأحيان في أروقة مجلس الأمن وأيضا في المنظمات الدولية الفاعلة. اليوم أنا أرى بأن هذا الاختراق أو هذا النوع من الاختراق الذي كشف للعلن عبر رويترز وعبر منظمات كانت تراقب ودول كانت تراقب حركة نقل الأسلحة الكيميائية في سوريا، هو عار للمجتمع الدولي، وطبعا يعود الأمر إلى جدية منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية في التعامل مع هذا الملف ونقله إلى مجلس الأمن كما أوفد بالتقارير طبعا التي أكدت على نقل مخزون سابق. وطبعا واليوم نرى بأن هناك شحنات قد أوقفت كانت ستنقل أسلحة كيميائية سيباد بها المدنيون في سوريا. طيب، إلى أين ممكن أن يأخذنا هذا التقرير فيما يتعلق بتوثيق الكيماوي بالأزمة السورية، وما يصفه كثيرون اليوم؟ يعني ببعض المقالات تحدثوا بأنه ديكتاتور بيونغ يانغ هو الذي كان ينقص أن يضع لمسته الخاصة على ما يقوم به الأسد بسوريا. هذا يعتمد على جدية منظمة حفظ الأسلحة الكيميائية في التعامل مع هذا الموضوع. أنا أعتقد وأنا أعلم جيدا بأن هناك فريق مختص يتابع حركة السلاح الكيميائي حول العالم، وأيضا هناك من طبعا يراقب ويسجل كل هذه الانتهاكات، وطبعا هناك مذكرات تحال إلى الأمانة الفنية والمجلس التنفيذي في المنظمة ثم إلى مجلس الأمن. وبالتالي طبعا كما ذكرت قبل قليل، هذا يعتمد على جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذا النوع من الملفات، والحرص على أن لا يكون هذا الملف خطر في يوم من الأيام على الشرق الأوسط وعلى الخليج العربي وعلى العالم بأجمع، بما أن هناك يوجد آلة تصنع وتنقل وتستخدم وتقتل كل شيء حي بواسطة الأسلحة الكيميائية التي طبعا حذر منها المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأصر بعقوبات مرفقة في الميثاق السابع، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ذكر بأن من المحتمل اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لسحب الترسانة ومعاقبة كل المجرمين. خمس سنوات في سوريا الأسلحة الكيميائية تستخدم بشكل ممنهج طبعا لم وعلى مرأى ومسمع العالم. طيب، متابعة بهذه التقارير مع كل جديدها، بهذه التوثيقات مع كل جديدها، وبالمقابل ما يحدث من اجتماعات، حتى لو نتحدث على لا نتائج بعد آخر الاجتماعات، اجتماع المعارضة بالرياض، يعني نأخذها بطريقة ما حتى لو لا نجد على الأرض كحلول، بطريقة إيجابية؟
هذا السؤال سياسي بعض الشيء. انا اعمل في 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 طبعا في السلك الاكاديمي والعلمي لتوثيق استخدام الاسلحه الكيميائيه. صحيح. اعتقد ولكن يعني أعتقد بالتوازي مع هذه التوثيقات للانتهاكات اللي جزء كبير منها ذكرتها انها تتعلق بعملك موضوع الانتهاكات الكيماويه سيد نضال، ايضا مفروض تعنيكم ما يحدث ايضا بالمطابخ الاخرى السياسيه وما الى ذلك. بمختصر شديد هناك تقارير أحيلت وأيضا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعي حجم الكارثة الإنسانية التي أصابت السوريين نتيجة استخدام أسلحة كيميائية وأيضا نتيجة عدم ردع مستخدمي هذه الأسلحة. اليوم نحن بحاجة إلى قرار سياسي لإيقاف المجرمين وإحالتهم إلى العدالة، وإن لم يكن فنحن مستمرين بالتوثيقات وأيضا وسنلجأ يوم من الأيام إن لم يحاكم في دول الغرب أو في محكمة الجنايات الدولية باستثناء مجلس الأمن سيحاكم في الأراضي السورية. شكرا لك. من بروكسل نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا.